أقيم في كنيسة قلب مريم الطاهر اللاتين الفحيص قداس إلهي للأحد الرابع من الزمن الأربعيني. ترأس القداس الذي حضره جمع من المؤمنين الأب عماد طوال راعي الكنيسة بمعاونة الكهنة المساعدين. وقد تخللت الصلاة تراتيل روحانية أحيتها جوقة الرعية. وفي عيادة القداس شكر الأب طوال أبناء الرعية لالتزامهم بالصلوات ورياضة درب الصليب وحضورهم القداديس اليومية، فضلاً عن وقوفهم إلى جانب الكنيسة في تقديم الصدقات للمحتاجين من أبناء الرعية. يوم بعد يوم ربنا بذكرنا أنه تأكدوا أنه تفكيري غير تفكيركم، تفكيري غير تفكير الحرف الشريعة، تفكيري غير تفكير المظاهر والقيود والطقوس الدينية، كلها ممتازة، ولكن علينا أن ننظر إلى القلب قبل ما ننظر إلى الخارج. القراءة الثانية بحكي لنا الله يرى القلوب قبل العين، وكرروا كثير من مرات كلمة النور. القراءة الأولى أبناء يسى اللي بدي يختاروا منهم الملك، كانوا بدهم يختاروا الشباب الكويسين، الشباب الناجحين، الشباب المفوقين. بعدين اكتشفوا انه المخطط بحكي له لا، ضل في واحد راعي برعة صغير بفهمش، قال جيبوا لي اياه. واختاره هو الملك، هو داود الملك. في نظر الناس كان هو صغير مرفوض، ولكن في نظر النبي كان هو اللي بده يختاره ملك.